الجوال هذا من الوسائل اللي انتشرت هذا العصر، ويسمى الهواتف الذكية، يسمونها بالإنجليزي سمارت فون. الأجهزة الذكية ربما يحملها أناس غبية تقودهم إلى المعصية، تقودهم إلى الضلال، تقودهم إلى الشرك، تقودهم إلى البدعة، تقودهم إلى الإلحاد، تقودهم إلى أفكار منحلة تخالف الإسلام، تقودهم إلى الزنا، تقودهم إلى المعاصي والمنكرات، تقودهم إلى سماع المزامير واللهو والشياطين، تقودهم إلى تجمعات كل ما يغضب الله، تقودهم إلى المخدرات، تقودهم إلى الزنا واللواط، تقودهم إلى المخدرات، تقودهم إلى الخمر والمنكرات، تقودهم هذه. إذن هذه النفس أشغلها بطاعة الله، وإلا والله تشغلك هي والشياطين وصاحب السوء والهوى والنفس الأمارة إلى ما لا يرضي الله عز وجل، فتكون في شقاء. وأنت تريد أن ترتقي بها في وسائل مفيدة للحياة السعيدة، ولكن البعيد سيفلس.